قال التمويل العاجل لأوكرانيا لن يكون كافيا من أجل انتصارها، على الاتحاد الأوروبي أن يتحول لاقتصاد الحرب. هذا ما يقوله قادة التكتل. من أجل توفير التمويل أمام الاتحاد الأوروبي هنالك خياران. الأول يتمثل في إصدار سندات دين دفاعية بضمان أوروبي، وتعد دول البلطيق أبرز داعمي الاقتراح، لكن دول مثل هولندا وفنلندا ترفض فكرة دين جماعي قد يرهن تطور الاقتصاد لسنوات. أما الخيار الثاني مشاهدينا يتمثل في تنفيذ سياسة تقشف ضحيتها الخدمات العامة من أجل تطوير الدفاع، لكن غالبية الدول ترفض هذا الخيار. وفي الأخير ستتجه دول الاتحاد لإنفاق 2% من ناتجها الخام على الدفاع. قمة بروكسل لزعماء الاتحاد الأوروبي الأخيرة حملت رسالة واضحة: دعم غير مسبوق لأوكرانيا يدوم كلما كان ذلك ضروريا. وهنا نشهد تغيرا واضحا في لهجة بروكسل تجاه روسيا، ربما بعد فوز بوتين بنسبة غير متوقعة في الانتخابات الأخيرة. أنا واثق تماما من أننا سنرسل إشارة واضحة إلى بوتين من هنا. لقد أخطأ الحسابات عندما ظن أننا لن نكون قادرين على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا. وهنا يعد استخدام أرباح الأصول الروسية غير المتوقعة عنصرا صغيرا ولكنه مهم. ألمانيا في المقدمة. لقد قمنا وتعهدنا حتى الآن بمبلغ 28 مليار يورو فيما يتعلق بالأسلحة. هذا كثير، لكن يجب على جميع الدول الأوروبية أن تقدم مساهمة جيدة، وأنا أرى في ذلك تقدما أيضا.